لو سمحت ريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد قلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه يا من عليه يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها يا أشكو أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يفتح عليك صوتك ما شاء الله على خامة الصوت وعلى أدائك. خليني أسمعك.